صرنا بفردان بليلي وضحاها. كينيا ما كان طلال أونتار عمل جديد، خبرني عنه. تقريبا جاي مثل متابعة للي بلشته قبل، يلي هو كيف الوضع. ضليتني بنفس السياق نوعا ما، وانعملت لأنه الوضع هيك، مش لأنه أنا حابب أعمل شيء هيك. من الواقع عم بترك الأغاني مرات يجوا، إذا طلعوا من القلب يعني مزبوطين، ما بدي خلي العقل هو اللي يتدخل ويعملون. فلأنه عايش هذا الواقع طلعت الغنية. دايما أعملك فيها بساطة لدرجة كتير كبيرة يعني، وبنفس الوقت مقدمة رسالة وفيها عمق كتير. كيف تقدر تجمع هودي شغلتين سوا؟ هي صعبة، صعب كتير، بس بشكل عام دايما بركز لا سيمبليسيتي في لا بوتي. شو بدك تقول للناس من ورا هالغنيه؟ شو بدك توصل؟ هلا هي الغنيه بحد ذاتها عم بتوصل اللي عم بيصير على الارض اليوم، كل هالقصص اللي عم بتصير، منه ايلا يعني انه ما فيك تفوت على مسبح الا ما تدفع، المي كلها منزوعه، الكهرباء مش ماشي، انه يعني كل شيء بالبلد عم بيصير، عم جرب انا احطه بغنيه لانه الغنيه دائما اقرب على القلب. وانا عم بنتقد انا شوي طبق النفاريش مثل ما سماهم احدهم، يلي هن النوفوريش، انه هالعالم يلي كانوا من ولا شيء فجاه طلعوا صار عندهم شيء من ورا مصرياتهم، حتى قدروا يشتروا حتى المراكز ان كان بالدوله او بالنيابه او بالوزاره او وين ما كان، بس بالمصاري يلي جايبينها اصلا من محل مش نظيف بين اهلنا. حطينا كيشة بين، شغلنا فلوس الناس ألف من فلان وعشرة من علتين وأعلننا الإفلاس. تركت لبنان، قاعد بدبي هالفترة، عندك شغلك هونيك، وبنفس الوقت بعدك حامل مشاكل لبنان وهموم، ونزلت أغنية عن الوضع اللبناني بالوقت اللي أنت صار شغلك وحياتك تقريبا مستقيمة بدبي. هو لحقني الوضع، هو الوضع وين ما تكون باللبنان، وين ما تكون بأي بلد بتلاقي وضع اللبناني لحق. حتى بجرب ما أسمع أخبار، بهرب كتير، ما بسمع، ما بدور، بس الخبرية بتوصل. أي خبرية خاصة مش منيحة بتلاقيها سمعتها من الناس، يعني بالنهاية عم توصل لك. وأنا قاعد بدبي مزبوط، بس بيجي كل شهر يعني بقعد جمعتين هونيك جمعة هون، بضلني هيك بتنقل، يعني بتلاقيني بعدني على الأرض. يعني قد ما يكون ليك لبنان لاحقك وين ما تروح، حجهنم بدي يلحقك. فنيا لانه بلشت غني وخاصه هيدا الستيل تقريبا وبدبي، فحسيت انه بعدت مني لحالي، بطلت حب كتير عم لحن، واذا عم لحن عم لحن هيدا اللون تقريبا، وما عاد عم بتواصل مع الفنانين. وبعدين هي خفت الحركه الفنيه شوي بهالمده، يعني ثاقبت كله بنفس الوقت، فحسيت انه ما كتير بعد الي خلق، وما عم بركض وراها. هلا مرات بيجيني هيك ناس بدهم يعني، بس بفضل الجديد لانه بحب أقدم جديد، واللي معروفين خلص صاروا معروفين بقالب معين إنه ما فيك تغير لون، ففضل الجديد لنقدر نعمل شيء مختلف. عم حضر لكم شغلي بس لناس جديد كله مش معروفين. عيش يا كديش عيش.